بالجرأة والكاريزما ينصب الشاب الشرطوي حتى النخاع رسول الدلفي نفسه نائبا في برلمان يحلم بأن يكون كما يريد الشباب. اكو عالم والله حصل عليها كيلو طماطه، هاي بالضيم، هاي بالضيم النائب رسول ابو الخوزي. انتشرت مطالبه الشهيرة خلال اعتصام المتظاهرين تحت قبة البرلمان. أولا إعطاء كل مواطن عراقي ألف دولار شهريا من واردات النفط. الله ما هو التشريف. نعم للخوزي. رسول ليس جديد الشهرة في منصة التواصل الاجتماعي، بل كانت له وقفات جادة مع أحداث العراق بالفطرة وعلى سجيته، بخفة دم دخلت قلوب العراقيين. يمتلك رسول موهبة صوت حول فيها الموال إلى الحديث عن هموم العراقيين. ليش هالأزمات تخلق والشعب هو الضحية؟ إلا أن رسول كانت له كلمته الرسمية بحلول تنهي معاناة العاطلين عن العمل، وبلغة فصيحة لا تقل وزنا عن لغة مسؤولين كثر. أهم ما جاء به النائب رسول أبو الخوزي، أولا إعادة المفسوخة عقودهم، تعيين الدرجات المهنية الوظيفية، إعادة الأموال المنهوبة، وتوزيع الأراضي على الطبقة الفقيرة.